ب 3000 جنيه هتشتري التليفون اللي نفسك فيه لو ايه كله امكانيات ومن اشهر الماركات الموجودة في السوق. ده انا هقولك كمان عن مصير اسعار التليفونات الفترة اللي جاية وامتى تشتريها باقل سعر في السوق. لكن لو عايز تعرف كل التفاصيل دي يبقى تابعني لاخر الفيديو وانا هقولك كل حاجة. التليفونات من السلع اللي اسعارها زادت مؤخرا بشكل كبير، علشان كده بقى من الصعب ان الواحد بس يفكر يغير تليفونه، خصوصا ان اقل تليفون دلوقتي بيوصل ل 5 و6000 جنيه. لكن في الفيديو ده بقى هقولك على ارخص كام تليفون موجودين في السوق دلوقتي تقدر تشتريهم بأقل الأسعار. إيه هي التفاصيل؟ خليكم معايا. حسب جريدة الوطن فأنت ممكن تشتري سامسونج جالاكسي E4 وده سعره 3000 جنيه مصري. التليفون ده بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل وبسعة تخزين داخلي 32 و64 و128 جيجا بايت وبطارية ساعة 5000 ملي أمبير. وكمان ممكن تشتري تليفون فيفو واي وده برضو سعره 3000 جنيه. التليفون بسعة تخزين 32 و64 و128 جيجا بايت حسب الإصدار وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 و2 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل وبطارية ساعة 5000 ملي أمبير بدعم الشحن السلكي بقوة 10 واط. وعندك تليفون ريلمي C30S بسعة 3200 جنيه وده بكاميرا واحدة خلفية بدقة 8 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل وسعة التخزين الداخلي 32 و64 جيجا بايت برضو في بطارية ساعة 5000 ملي أمبير بدعم الشحن السريع. أو ممكن تشتري تليفون شاومي ريدمي A10 سعره 3300 جنيه وشاشة LCD قياس 6.53 بوصلت بدقة HD وسعة تخزين 32 و64 و128 جيجا بايت. كمان في كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل وبطارية كبيرة سعة 5000 ملي أمبير وده بيشغل نظام أندرويد 11. ولو ليك بقى في التليفونات الأوبو فأنت ممكن تشتري أوبو A17K بسعر 3500 جنيه وكاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجا بكسل وسعة تخزين داخلي 64 جيجا بايت وبطارية كبيرة سعة 5000 ملي أمبير. وحسن محمد طلعت رئيس شعب التجار المحمول بالغرف التجارية قال إن أسعار الهواتف الذكية بأنواعها شهدت تراجع ما بين 10 و20% بعد إطلاق مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع والمنتجات كمان، وده لأن الدولة شجعت الشركات العالمية على التصنيع المحلي وبدأت كل شركة تعمل مصنع ليها وبدأت خطوط الإنتاج في تلبية احتياجات السوق المصري. الشركات دي بتستهدف إنتاج 6 مليون وحدة بنهاية عام 2025 وفق المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات. ده غير تراجع أسعار الدولار اللي أدى دخول مكونات ومستلزمات الانتاج باسعار بتقل عن اللي فات بقيمه 25%، وده طبعا هياثر على المنتجات النهائيه المصنعه في مصر. ده توقع كمان استمرار الانخفاض في الاسعار بعد عوده السوق لطبيعته، وقال ان الدوله حجمت توفير الدولار باستيراد اجهزه الهواتف المحموله تامه الصنع ودعمت التصنيع المحلي. طبعا ده قلل تكاليف الشحن والنقل وشهدت الاسواق استقرار كبير نتج عنه توافر الاجهزه في المحلات بعد فتره من توقف الاستيراد خلال السنه اللي فاتت. ودلوقتي بقى قول لنا ايه ارخص وافضل تليفون ممكن تشتريه دلوقتي من اللي أنا قلتهم.